ليه مع الاهلي ما تألقتش رغم انت عندك امكانيات؟ هي كانت فتره، انا مثلا في بدايتي مع الاهلي كانت موفقه، كانت كويسه، بس كان برضو الجيل اللي انا كنت موجود معاه كابتن ليه طبعا عوامل مهمه. انا كان معايا لعيبه كبيره جدا، كابتن عماد متعب، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني، كابتن محمد فضل كان لسه موجود، كان فيلافيو موجود، كابتن هاني العجيزي. احسن مهاجم فيهم مين من وجهه نظرك؟ انا بصراحه بعد احترام اليوم كلهم انا مثلا الاعلى عماد متعب. عماد متعب، انا عماد متعب الحقيقه لاعب وقناص كلهم شخصيات محترمه طبعا، ولكن شخصيه محترمه فعلا جدا جدا في الملعب. انا اقول لحضرتك كنت مثلا بدخل سكور ماتش وكنت قاعد احتياطي، انا عمري في حياتي ما كنت متضايق ان انا قاعد احتياطي قاعد بره في وانا في الاهلي، مستحيل. انا بالنسبه لهم انا اصغر واحد في الفرقه، فانا مبسوط اصلا ان انا بلعب معاهم. يعني انا فكره ان انا بلعب مع كابتن ابو تريكه ولا كابتن بركات ولا كابتن احمد حسن، انا جيل انا مبسوط ان انا في وسطيهم. انا ببقى قاعد في الاوضه اتفرج عليهم، انت حضرتك متخيل؟